حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. هذا برنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نقدر نسمع آرائكم وتعليقاتكم في كل حلقة حول المواضيع اللي نطرحها في حلقاتنا. بداية أي شخص يحب يتصل بالبرنامج يقدر يتصل بينا على الأرقام اللي تشوفوها أسفل الشاشة. عندكم الرقمين اللي إذا شوفوها هنا تقدرون تشتركون بيها بأي لحظة من لحظات البرنامج من داخل العراق ومن خارج العراق. أما الأرقام الأخرى عندكم الرقم اللي يظهر أسفل الشاشة حاليا، هذا رقم الواتساب، هذا رقم مخصص فقط للرسائل النصية المكتوبة، أتمنى أن تكون متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقرأها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. أما ذني الرقمين اللي تشوفون هنا ذني مخصصات إلى داخل إلى داخل العراق من زاخو إلى الفاو، فعندكم رقمين للداخل وعندكم رقمين أخريات تقدرون تتصلون بها من داخل العراق ومن خارج العراق، فعندنا أربع أرقام للاتصال ورقم أخير مخصص لبرنامج الواتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم ولا حد يزعل علينا، ما نقدر نستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. كنا نعرف اللي دا يصير اليوم بالعراق، بدأت بالناصرية صادت إلى بغداد بابل ما أعرف شنو مظاهرات وقمع التظاهرات. من بدأت التظاهرات بثورة تشرين وحتى يومنا هذا، وإلى يومنا هذا ما قلت نسبة الاستهداف. لكن الملاحظ أنه بالآونة الأخيرة الفائدة الوحيدة اللي سواها مصطفى الكاظمي أنه استهداف للمتظاهرين وكثرة إراقة دماء العراقيين وازدياد نسبة الشهداء والمصابين وقتل المتظاهرين بشكل عام أذكى ثورة تشرين. هي ما ماتت، هي ما انتهت. ثورة تشرين منذ أن بدت إلى اليوم هي مستمرة، لكن ثورة تشرين حالها حال كل اللي صار بدول العالم. العالم كله تأثر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وسياحيا وتاريخيا وكل شيء فيه تأثر بسبب جائحة كورونا وما يحصل في العالم حاليا بسبب هذه الجائحة، والله يبعد هذا المرض عن كل أمة محمد. لكن الثورة خف زخمها في بعض الفترات خوفا من المرض ومن الجائحة. مصطفى الكاظمي والميليشيات وحزب الله ومقتدى الصدر وعمار الحكيم واللي سووه بالمتظاهرين في الأسبوع الأخير كأنما نطى دفعة إلى هذه الثورة، كأنما سيارة هي سيارة تشتغل وتمشي بس البنزين قل، من قل البنزين صاحبها بدأ يمشي على كيفه حتى ما يصرف بنزين هواية، فجأة انتهى البنزين سيارة بدأت تريد توقف وإجا واحد عبالها بنزين وطلع. أم تبارك من الفلوجة حياك الله يا أم تبارك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي إحنا عندنا مساجين وما جاي يعني لا أضعف ولا هاي. نعم. أي تحاول الدوم. شلون أختي؟ ايوه نشوف يعني ليش وقت احنا ضل مسجونين، والله انا زوج مسجون مظلوم. نعم. اي ننتظر رحمه من عندكم وانتم اهل المروه. واحنا اهل الفلوج حال انقرضنا يعني. نعم. محكوم 15 سنه. وين موجوده سوا حاليا؟ والله ما ندري. زين شو عرفتي بمحكوم؟ والله عندنا أوراق يعني. نعم. زين ما تعرفين القضية المتهم عليها أو اللي انحكم عليها؟ والله انحكم يقولون شغلة إرهاب، هو لا إرهاب ولا هاي. يعني ما يثبت أي شيء عنده، لا يعني صار عندنا ولا هاي. نعم. زين أختي عزيزة اللي بلغتش إنه زوجك محكوم. ما بلغت هو وين موجود؟ كان بالتاج السلطة من عند اللوان. نعم.
شكرا شكرا لكم، تبارك وان شاء الله ربي يفرج اسر المعتقلين اللي عندك واسر المعتقلين الموجودين في السجون العراقيه وكافه ابرياء اللي موجودين بالمعتقلات، ربي يفرح اهاليتهم بيرجعهم الى بيوتهم. القوات الامنيه اليوم بمحافظه القادسيه هاجمت المتظاهرين اللي احتجدوا امام مجلس المحافظه للمطالبه باقاله اعضاء المجلس على خلفيه الفساد السياسي وتردي الواقع الخدمي بالمحافظه. هذه المواجهات اسفرت عن 3 متظاهرين اصيبوا جراء هذه المواجهات اللي صارت اليوم بين القوات الامنيه وبين المتظاهرين بمحافظه القادسيه. انا السؤال اللي اطرحه هنا، أنا مواطن عراقي، هذا المواطن العراقي ما له حق بالعراق؟ يعني هذا المواطن لما دا يقول انا ما اريد فساد ينقتل، شنو المفروض نفتهم من هاي الاحزاب السياسيه؟ ان المواطن لازم يسكت عن هذا الفساد؟ ابو زينب من النجف. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يساعدك اخويا. ويساعدك يا غالي. والله يا عزيزي جزعنا من الحكي، وعلى قولة المثل يقول جزء من العنب وغير سلفنا. هسه حتى السله ما حصلناها. نعم. يعني اندمرنا بهال المواعيد، انا اسميها مواعيد عرقوب. يظلون يأملوك يأملوك يأملوك، يعني واحدة من المواعيد الكاذبة وعيب عليه يطلع كل شهر وزير المالية علي عبد الأمير علاوي. هسه لو يسكت ما يصرح حتى سوف لن في هذا الشهر، وأنا أحكي لك راتبنا يوم 20/2 احنا اليوم 1/3 ولا حد مستلمين راتب. نعم. على وزارة التربية، يعني شنو ما اعرف شنو معنى، يعني من رئيس الجمهورية الاصغر عامل الاصغر فلاح الاصغر فراش يطلع من جوا عيد المعلم والمدرس، وهم باعترافهم يقول لك، واليوم عيد المعلم يقول لك بكل دول العالم خاصة دول العالم الغربي اعلى راتب والمدرس. ها؟ نعم. طيب الدستور اتعس راتب بالعالم هو راتب المعلم والمدرس العراقي، ويا ريت الطنع هي تفاليس. يعني لحد الان، طيب هذا ابو الايجار احنا ايش وقت نطي؟ شو اقول له؟ اقول له ما اعطوني راتب. ابو المولده يقطع عليه الكهرباء. وهاي فواتير الكهرباء. فاحنا ناشد يعني عن طريق برنامجكم. نعم. خل يطلقونا هاي وخل يبطلونا من شغله الكي كارد والماستر كارد اللي اساءوا استخدامها. يعني هاي وجدت عالميا لتسهيل امور الناس. احنا لو باقين على الطريقه القديمه اللي هي طريقه القائمه، والله العظيم احسن. اولا تستلم بيومك، ثانيا تاخذ القائمه وتاخذ الصك او تاخذ الصف اكثر من ساعه ونص ساعتين. هسه بهذلونا، يعني خلونا اشبه بالمقاد، عيب يعني اهانونا اذلونا على الراتب وكانما جيتونا صدقه. وهاي الشغله اخويا ما تنتهي، ويوميا مأجلين ويوميا مسوفين ويوميا كذا، وما تفيد، والعراق غارق في بحر من الدم الا ان يصير تغيير جذري شامل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لك ابو زينب. ام علي من بغداد، حياك الله يا ام علي. الله يساعدك استاذ. ويساعدك يمه. فدوى قلبك، انا اشكر قناتكم اللي توصل صوتنا. بس لا شكر على واجب يوم. فدوى قلبك استاذ. نعم. اليوم انا رحت للشعبه الخامسه. اي. دا اودي ملابس لابني اليوم. أي. عصابه استاذ، عصابه لا يهابون مره، لا يهابون كبرتها. القميص ما يطوب، هذا قميص بيدقم ما يطوب. هذا تيشيرت ما يطوب. يعني اسلوب ياخذها يقول لي اخذها، اخذ مهدوم منك بس تذبهن. هو كذب ما يذبهن استاذ. ياخذون يبيعون على السجناء، ياخذوهن يبيعون القميص ب 20,000 جوا ياخذون ملابسنا. تنطي فلوس ما توصل، تنطي فلوس ما توصل. اقول له ابني مريض، هذا علاجه صابون ديتول
يعني مو تقول اشياء اقول له اذا بي شيء انا موجوده وهاي جنسيتي يعني ليش هيك دا يسوون؟ اقول له ابني دا يموت، يقول لي هاي مشكلتكم، اكو جوا جوا وين اكو؟ جيب فلوس، انطي فلوس، طبوا بفلوس 200 500 طبوا بي، ولا ملابس علاج مال مريض ما يطببون ابد، اسلوبهم يعني معاملتهم. وين الحقوق الانسان؟ خلي يجون علينا عمي، متنا والله متنا نساء، احنا بالشعب الخامسه باق علني، يجي واحد احنا واقفين، هذا القميص ما يطب، هذا ما يطب، يجي واحد يطبب قميص، يطبب مصلى، يطبب سبحه، هذا من عندهم يشاقون وياه ويضحكون وياه ويطببوا له غراب، واحنا النسوان واقفات نباوع عليهم ما نقدر نحكي. يلا اخذي غرامك واخري، اخذي غرامك وفوتي، يلا لا تدوخينا. انا مره كبيره راسي متروس شيب، يقول لي يلا لا تدوخينا. اكو هيك شيء؟ واني اريد اناشدكم واناشد الشرفاء اللي يسمعون صوته يوصلون صوته، ذولا كلهم عصابه، استاذ عصابه والله عصاب، والله اليوم بكيت فلوس ما توصل. يعني ابني اساله اقول له وصلت لك ال 100 ما توصل، وصلت لك ال 50 ما توصل، اسال هو هذا اللي ياخذ فلوس اقول له عمي ليش ما توصل؟ يقول لي هي يمنه يمنه الوصل يمنه. زين بعد شو نسوي؟ احنا الناشد من قناتكم الشريفه يا استاذ أزل يا طيب، نعم. يا قناه الشريفه وصل صوتنا للحقوق الانسان، خلي يرحمون هاي السجناء، ماتت بالسجناء، ماتوا ما حد يقول هاي مشكلتكم، جيبوا فلوس ما يطببون كل شيء ابد، قميصي روح يشيل الدقمه يم الخياط وكابوطين جيبي، اكو هيك شيء؟ دقمه تسقط حكومه جوا يبيعون المخدرات ويبيعون اشكال جوا، هم المنتسبين جوا يبيعون. وانا اشكر قناتكم الشريفه. شكرا 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 لكم علي ومالي، يعني حكت معاناه السجناء والمعتقلين في هذا الاتصال بشكل كامل، وحكت اللي دا يصير داخل السجون العراقيه وداخل اي مؤسسه تحوي سجن بالعراق، هو هذا حالها اليوم. اي مؤسسه من المفترض ان يكون المسجون بها هو عباره عن مواطن عراقي، مهما كانت انتماءاته، مهما كانت قضاياه، اكو مده محكوميه يقضيها ويطلع، وان يتم التعامل مع هذا الشخص بانسانيه. لكن معاناة المعتقلين العراقيين اليوم انه من يتسلط عليهم في السجون العراقيه فاقدون للانسانيه، ما عندهم انسانيه. ما عندهم انسانيه لدرجه انه الناس ملت وتعبت. نرجع الى ثوره تشرين. ثوره تشرين اليوم ما نريد نسميها ولاده ثانيه، لكن ثوره تشرين اليوم رجعت بزخم، والثوار دي يهددون الحكومة العراقية أنه ترى يرجعون أقوى من الأول. السؤال إلى متى الحكومة تظل ناطية للشعب إذن الطرشة؟ أبو علاء من الفلوجة حياك الله. أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق حياك الله يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. يا اخي انت شوي على كيفكم، على كيفكم ويا الحكومه، يعني اليوم مو تكاون الكون بالبرلمان على مودنا، انتم على كيفكم وياهم خطيه ما تشوفوهم شايلين هم منا. من هم شايل هم؟ عمي اي حكومه تحجون؟ عمي هاي مو حكومات، عمي هاي عصابات، هاي بالله عليك خلونا فرجه للدول. برلمان اليوم متكاونين يصايحون بيناتهم على شنو يصايحون؟ على مود البوق مالهم. عمي هذا الشعب انتهى. شعب الله وكيلك بس رحمه الله من فوق. شعب تعب. شعب جايع. شعب يقدي. لو هم عندهم غيره، والله لو عندهم ذره من الغيره كان قالوا عمي خلينا نطلع كاتعاد. عمي شعب ما يريدكم. وعيد شعب ما يريدكم، اطلعوا. ولكم انتم ما تستحون، ما تخجلون. ذرة من الغيرة ما عندكم، وين توصلونا بعد؟ وين؟ بس هي دفتهم وين؟ أجد من هاي اللي وصلتونا إياها؟ وين تجون بعد؟ بكافعة كافية ولا كافية؟ ولكم لا شبعتم من فوق، لا شبعتم من السلم. يعني تالي وياكم تالي يا شيخ.
وانا من خلال قناتكم اناشد اخوتنا بالجنوب، والله والله لازم لا الله يظهر الحق، والله لان هم على حق، ونسال الله ان شاء الله الرحمه للشهداء والشفاء للجرحى، والله ينصرهم ان شاء الله بجاه النبي. وانا اشكرك. شكرا شكرا لك ابو عراق. ابو حسين من البصره، حياك الله يا ابو حسين. ابو حسين، ابو حسوني تسمعني؟ يبدو ان فقدنا اتصال بابو حسين. اتمنى يا ابو حسين ترجع لنا حتى نسمع رايك بالموضوع اللي طرحناه اليوم. احنا مو بس القادسيه اليوم صارت بها مواجهات، ساحه التحرير ببغداد همين شهدت قمع للمتظاهرين اللي اليوم طلعوا تضامنا ويا تظاهرات الناصريه، وانه مكافحه قوات الشغب مثل ما قالوا المصادر لاحقت المتظاهرين اللي حاولوا التجمع بساحه التحرير وفرقتهم بالهروات والقنابل الصوتيه، واسفر الهجوم عن وقوع اصابات في صفوف المتظاهرين. وقالت المصادر انه القوات الامنيه سدت شارع السعدون باتجاه ساحه الفردوس وكثفت انتشارها بمحيط ساحه التحرير والطرق المؤديه الها. بالبصره الناشطين نظموا تظاهره وطالبت هاي التظاهره بمحاسبه المتورطين بقتل المتظاهرين سواء بالبصره او المحافظات الاخرى، واعربوا عن تضامنهم ويا تظاهرات الناصريه، وتؤكد على محاسبه المحافظين باعتبارهم رؤساء اللجان الامنيه بالمحافظات اللي شهدت تظاهرات ومحاسبه القيادات الامنيه المتورطه بقتل المتظاهرين. يعني اليوم القمع ما كان بس بالناصريه بحده بس حتى نخص الناصريه، لا، بالقادسيه اكو قمع، بالديوانيه اكو قمع، ببغداد اكو قمع. سؤال هنا همنا نرجع ونطرحه، الى متى من تسمي نفسها حكومه ببغداد تنطي اذن الطرشه لهذا الشعب؟ ابو ياسين من بغداد حياك الله. من دياله حياك الله. عفوا ابو ياسين من دياله، انا اسف. حياك وحياك الشباب المحترمين. حياك الله غاتي. اخ اسال بشباط بال 2011 قبل بشارع تصلنا ساحه التحرير. نعم. وكلكم شفتوا سمعتوا جماعه المالكي تاتوا بوقتها ذول الدعوتيه شلون تهجم علينا بخيماتنا واللي ما حصل له توسي سي 3 وتك السكين تالي فلشوا خيمنا وانتفضنا العفو ظهرنا يوم 25 شباط صباحا. بالليل نعم. ابو هاشم انت بيان عطوا 100 يوم للحكومه ووجه المظاهرات مالتنا، وكل ما يستفلس السيد ابو هاشم يسوي له جعجعه كرتونيه يطب يتظاهر يطب للبرلمان ياخذ له كم شده ويفلس، وراح قاعد بالخضراء صف خمسه والمقتله ما تتوضا صار هو الحسن البصري. وبتاريخ هذا الانسان اللي يستقبل ابو التشريفات لواء مدري حميد ينزل عليه ايد مقتدى ويقبل ايد مقتدى، شنو هالقشمره هذا عبد السامي؟ وبقينا النكت مال ايام الشراويته بقينا شاريت البرلمان سليم الجبوري الله يكبر سعوده هذا الجاي عبد السامي الفاشل. وتالي هسه بلش فينا مقتدى بطش بالقبعات الخضراء وغيرها، ومقتدى اليوم يصرح البرلمان إيه لازم توصل هاي مال الجرعات مال الكورونا. هذا جنابك مو وزاره الصحه هي بيدك بعزبك هذا الفاشل، مو وزاره الكهرباء الكم هاي الكهرباء اللي ماشي ما بتصير في القلايد، انت تخادعوا لمن؟ خادعوا لانفسكم يا دوله ايران. لكن ترى اقول لكم كلام، اليوم الشعب وعى وكلكم تفاجئتوا بالشعب من 2015 ولي جاي بعد ما يحترم اي مرجعي ولا يحترم اي معلم، لان عرفوكم وقالتكم باسم الدين بقتوله حراميه، فهم مو باسم الدين لا هم بقولها حتى السامع السلسليه، لان رجال الدين كل قامات لازم ما عندهم دين، هذول ناس محتالين على الدين، ناس هم لو عندهم غيره وشرف ما له علاقه بالسياسه، انت راح اقعد لك جامع بحسينيه بحوزه ووعي العالم، لكن اليوم الشعب بعد ما يستكم، شنو عدتكم؟ هاي الابطال اللي بالفرات الاوسط وبالجنوب فاجئوكم، شفتوا هاي السنوات كلها تحتالون عليها باسم البعثيه جوكم والسنه جوكم
والقاعده جاكم، لكن عرفوا هاي الشماعه مالكم. فانتم انتم ناس مو سياسيين، انتم اجابتكم الصدفه واجابتكم ايران، اجل لكم الله جابوا البسطال الامريكي. فثقوا بالله العظيم الا يخرجكم البسطال الامريكي، لان هسه عندكم قمتوا تهمشون تدعون نفسكم مقاومه، قمتوا تضربون صواريخ على السفاره وغير السفاره. بقول بعينكم هذا الضرب على السفاره هو هذا بعينه تحديد انه الاعتداء، هذا لازم يواجهوكم الامريكان. انا ما دافع عن الامريكان عشانكم ولا على ابو ايران لا ابو امريكا، لكن هذه الدعجع مالكم جاي قتل بها شعب. انتوا هسه جاي تعرضون على الحرب وانتوا شو واجهتوا؟ انتوا لو امريكا ما تنجيتوا ولا طبيتوا بالعراق، جابتكم امريكا لمتكم من الشوارع وطلعتكم على هذا الشعب الجبار، وهذا الشعب الجبار انتفض. فثقوا بالله العظيم هاي اخر قصه لكم، بعد يمكن نستعيد اسم السيد، الناس بعد تنفذ من اسم السيد، لان السيد اصبح سيء اسوء من ذولا عن الملاء والبارات. هذا اليوم الجعجع مال مقتدى وغير المقتدى بعد ما تفيد الشعب، وعى بعد ما يدكم ولا تصدر والشعب يتخذكم ابدا نهائيا. هذا مصيركم انت باي الثوره التشرينيه، هاي النشام الابطال، هاي القافله العظيمه. وجلكم الله الكلاب تذبح والقافله تسير، اقصد للسياسيين ولحضار قصاص السياسيين. هذه الحمله ما تنتهي بعد، هذا ان شاء الله شهداء الانتفاضه في رحم الامام الحسين، وهذه ثوره ابو الاحراس تستمر ان شاء الله. فانتم ما لكم علاقه لا بال بيت الرسول ولا بالحسن ولا غير الحسين. وتحياتي عزيز ياسر. شكرا شكرا لك ابو ياسين. ابو قحطان من الرمادي، حياك الله يا ابو قحطان. خليك تبارك فيك، شرف احسن. هلا بيك غاتي. حبيبي ما لنا غير الله وانتم وهالناس الخير ان شاء الله من مثل امثالكم. حبيب قلبي. انت راح بهوايه بسيطرة الرزازه. اي. قال الميزانيه وقال المناصب، عمي هسه المناصب عمي خلي ياخذوا العراق بالعوه وكليته. بس نريد بشرنا رحمه على اهلك. بشرنا هذا الراح، هذا من يتحمل؟ امهات هاي فجعوها من الله يفجعهم ان شاء الله، بجاه الحبيب محمد بعد ما احبهم. ما اريد من عندهم كل شيء بعد، بس نريد بس راحهم وين ودوهم وين. هاي نريدها احنا من عندكم رحمه على اهلك، طالبونا بيهم هذول وين راحهم؟ بشر هذول مو حد بس. ما لنا غير وانت الله وانتو، غير الله وانتو لنا. مهتمين بس بالمناصب مالتهم والميزانيه، قال الميزانيه وقال شو اسمه مناصبهم. عمي هسه بشر هذا ولا حد جاي يجيب طاريه، لا مسؤول لا رئيس لا، يعني ما مع الاسف احنا هنا الرمادي ذولا ولا واحد مسؤول بيهم ويداعي بيهم. شنو هذول مو بشار؟ وش مال يدورون انتخابات؟ والله ما عنده غير اللي ينتخب واحد من عندهم، حرام. نعم. وريد من الله من عندكم انتم، من الله من عندكم انتم. نعم. الشعب ذبحوه من الوريد للوريد. هاي. نعم. ليش؟ الله ما يقبل، محمد ما يقبل، هذا يا دين. يا دين هذا اللي يسوي لي. وانا اشكرك، جزاك الله خير وبارك الله فيك. شكرا شكرا لك ابو قحطان. ابو حسين من البصره، حياك الله يا ابو حسين. الله يسلمك، الله يخليك استاذ. حياك الله اخوي العزيز. الله يحييك ويخليك. بالنسبه ان العراقيين بعد ما يفيد وياهم ويا الحكومه والاحزاب اللي متسلطه عليها حاليا ومن 2000 لهالان. نعم. يذكرون العراقيين قبل فتره من صار اغتيال المهندس وقاسم سليماني. نعم. فعندنا ما شاء الله رؤساء الاحزاب وحكومتنا المتكونه من عندهم جابوا جو حلو لطفوا الى ايران وضربوا، يعني اكو شلون اشنا شيء واحد يعني يجيب الاذيه الى دولته، وجاء وخلوا ايران قصه القوات الامريكيه على ما هم يقولون قصه المقرات الامريكيه داخل العراق. يعني وين اكو دوله يسمون روحهم دولة وهم موالين لإيران، وخلوا أكو واحد يدمر بلده
يدمر بلد على مود جاره موالي إله. اكو واحد اكو دولة تقبل هيك شيء؟ هم ايران اصلا لو يريدون مو بس بالعراق القيادات والقوات الامريكية، اكو بالكويت وقطر وغير، ليش ما بربوا دول؟ لانه هو من الخوف من امريكا ومن القيادة القوات الامريكية، والثاني يخافون من الدول اللي يريدون يضربوه بداخلها. فوين لقوا ثغرتنا احنا بالنسبة لنا موالين لهم واتجهوا الى اتجاه احزابنا هم هذول، وظلوا ورا المنظردان لحد الان يصفقونهم بالقنوات مالتهم ويذكرون يوميا يذكرون القاسم سليماني وايران. نعم شكرا لك ابو حسين. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم، اتمنى تبقون ويانا، بس عندنا فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد برنامج صوتكم. هذا كان بيان لمتظاهري أو ثوار مدينة الديوانية نتيجة اللي صار اليوم من قمع من قبل القوات الأمنية اللي موجودة بالمدينة للمتظاهرين وللثوار الموجودين بالمدينة. ناصرية والحبوبي يعني محافظة ذي قار كان لها حصة الأسد، محافظة البصرة شاركت القوات الأمنية في قمع المتظاهرين. هاي كلها نوجه عليها سؤال، لماذا اليوم من يسمون نفسهم سلطة ينطون إذن الطرشة لهذا الشعب العراقي، أو إلى متى بالأحرى؟ أبو علي من بابل حياك الله. أبو علي، انقطاع الاتصال يا أبو علي. هشام من سامراء حياك الله يا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أخو العزيز؟ هلا بيك غاتي. الله يسلمك. عندنا مساجين 175 واحد. نعم. أخو شام إذا أمكن تنصيلي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون أغاتي. نعم، عندي مساجين 175 واحد أخذوهم من جلام الدور بـ 2014. أي. ما نعرف عليهم أي مصير، ميتين طيبين ما نعرف عليهم، ما ندري بأي سجون العراق. سألتوا عنهم شو يقولوا لكم؟ أخ علي أخو شام؟ اخي عزيز زورناهم يقولون اخذهم حزب الله، ما نعرف عليهم، ما مو يمنا، كله مو يمنا.
نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ هشام من بغداد. صباح حياك الله يا صباح. السلام عليكم استاذ افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. بالنسبه احنا هسه حاليا نشوف الصمت الحكومي والسياسيين والقاده الاحزاب وقاده الكتل وحتى المرجعيات، مرجعيه النجف ومرجعيه عمار الحكيم ومقتدى الصدر وكل المرجعيات اللي هي جزء من عمليه سياسيه. يعني ما حد استنكر القتل اللي جاي يصير والقمع اللي جاي يصير في جنوب العراق، ومع العلم هم ابناء جلدتهم. المفروض المرجعيات واللي يسمون انفسهم اهل دين هم اول من يستنكر اعمال الشغب اللي تقوم بها الحكومه والقتل والقمع والخطف وحتى نساء قتلهم. شفنا المرجعيات ورجال الدين واللي يحكون حزب الدعوه الاسلامي والمجلس الاعلى الاسلامي والحزب الاسلامي العراقي وغيرها وكلهم اسلاميين وقفهم صامتين امام الدم اللي جاي يسيل في جنوب العراق الناصريه والديوانيه والبصره والنجف وبابل وبغداد. ما حد حكى من عندهم. ومن صارت احداث البحرين طلعت كل هاي المرجعيات والاحزاب والجعفري والمالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي قام يهددون رسمي وعلني، يهددون بدعم المتظاهرين في البحرين. والان سكتم، ليش السكوت هذا؟ احنا نفسر السكوت هذا لان هم موافقتهم بالمباركة مالتهم للقوات الشغب والاتحادية واللي جاي يقتل من سرايا السلام والعصائب وبدر وحزب الله، يعني مأيدين كل الميليشيات والعنف اللي تقوم به الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي، مأيديهم. الحكومة اللي جاي تقمع بالشعب والمرجعية ساكتة، هذا الدليل على أنهم جزء من عملية فاسدة وعملية يعني حكومة مافيا. مافيا احنا هسه جاي تقودنا مافيا موافقة ومباركة المرجعية. المرجعية لو صدق هي ويا الشعب العراقي المفروض بيها مثل ما أعطت فتوى بتشكيل الحشد، المفروض هسه تقوم فتوى ثانية بإلغاء الحشد بالكامل. لكن احنا نعرف ان الحشد الميليشياوي والحشد اللي تابع الى ايران يسمونه الحشد الولائي يعني خرج عن السيطره ولا يتمثل للقانون العراقي ولا حتى يؤتمر بامر القائد العام للقوات المسلحه، يعني خارج السيطره وخارج القانون ويعتبرون انفسهم فوق السلطه. يقول لك احنا حررنا العراق واحنا لو مو احنا ونسهم فضل العشائر في الغربيه وبالموصل وبسامرة وصلاح الدين وبديالة وبحزام بغداد، نسم كل هاي المواقف العشائر الشريفة اللي وقفت مع الحكومة وساندت القوات الأمنية بالتصدي لأكبر منظومة إرهابية هي داعش وسوت الفضل كل المن للحشد. يابا الحشد انتو شو تريدون؟ شعب جاي ظاهر ضد فاسدين وسراق، انتو شو لكم علاقة؟ بس هذا يدل على انكم يا ميليشيات انتو يعني اليد الضاربة بيد الأحزاب اللي انتو تابعين لها، الأحزاب اللي جاي تسرقنا من 2003 ولحد الآن. يعني انتو ما تريدون هاي العملية السياسية تنتهي، انتو الميليشيات والحشد. ماكو ميليشيات، هو الحشد، الحشد اللي يسمونه حشد مقدس هو نفسه ميليشيات خارجة عن القانون وحاملة سلاح بدون سلاح قاتل. يعني أي واحد يقف بوجههم أو يعارضهم يخطفوه ويقتلوه. هو الحشد اللي يقتل نساء بالبصرة ويخطف نساء بالناصرية وبالنجف، هذا يا حشد هذا أي جهاد هذا؟ وأي جهاد يحجون به هم يقول لك احنا مقاومة. دول كلهم ميليشيات هدفهم الوحيد هو يخلون العراق محافظة إلى إيران وتابعين احنا إلى ولاية الفقيه وخلاص، لا أكو دولة ولا سيادة ولا كرامة. نعم شكرا شكرا لك اخ صباح. ابو علي من بابل رجع لنا، حياك الله يا ابو علي. ابو علي تسمعني؟ الو الو، هلا بك اغاتي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله ساجد على الامام وهاي اي والله صح على المسيين قوام على المسكين، احنا ساجدين على الامام. اي والله وقعتك على قوام على المسكين، وقعت المحاوير على المسكين. نعم. اي والله ساجدين على الامام، صار اربع ايام. اي والله. خي ساجدين المرقد علينا مع الامام. وصلت 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 الرساله، شكرا. شكرا لك ابو علي. ابو زينب من المثنى، حياك الله يا ابو زينب. السلام عليكم استاذنا العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. طبعا
طبعا بالبدايه احب اوضح فد شغله. قول. انا وياك خريج من 2016 بكالوريوس اداره واقتصاد ولا تعيين ولا فد شيء. زين؟ الشغله الاولى، الشغله الثانيه من 2003 لحد الان ما اجتنا حكومه نزيهه وشريفه. نعم. بسنتها وشيعتها. نعم. البارحه انا تداخلت ويا استاذ محمد. ووضحت له بعض الامور. نعم. وقولني شيء انا ما قايله. انا جاي اقول له يا استاذ محمد من وهسه ابين لكم ولقناتكم الكريم انه من 2003 لهذا اليوم ما اجتنا حكومه نزيهه وشريف. نعم. واضح؟ بس انا البارحه تداخلت وياه على قضيه معينه اللي هو شخصيه عبد الغني الاسدي قائد جهاز، وقلت لهم هذا الانسان يعني مهما يكون هذا صاحب فضل على الشعب العراقي بصوره عامه، لان هم اهل تضحيات ضحوا من اجل ارض العراق. من هو صاحب من هو صاحب فضل على الشعب العراقي؟ الجيش العراقي. لا انت ما قلت الجيش العراقي اخي، هذا 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 شخص تابع للجيش العراقي. لحظه 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 لحظه، اليوم انت قلت عبد الغني الاسدي صاحب فضل على الشعب العراقي. طبعا هذا 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 انسان قائد عسكري وهذا تحت مسمى جيش العراقي، صح ولا غلط؟ ما هي بطولات عبد الغني الاسدي وما الذي قدمه للشعب العراقي وما الذي قدمه لك؟ أنا كشخص؟ أي قدم لي أنه حرر لي جزء من أرض العراق اللي كانت محتلة من قبل داعش، اللي صارت محتلة نتيجة تقاعس نفس الجيش اللي انهزم ولبس الدشداشة اللي هسه جاي تمجد بعبد الغني أسد اللي هو منتمي إله. أخي العزيز أنا لا صح لو غلط، بس جاوبني صح لو غلط. شنو أجاوبك؟ مو الجيش شلون الجيش شلون تقاعس؟ أنا نطيت الأوامر، أنا طلعت على التلفزيون وقلت له يا جيش العراقي اتراجع وتراجع، غيرهم ما تقاعسوا وانهزموا. أنت تعرف شلون انهزموا؟ لحظة لحظة، شنو شلون انهزموا؟ لا 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 لا، أوقف أوقف أوقف، أبو علي احنا خلينا نكون الحوار حتى أبو زينب افتح اليوتيوب. نعم افتح اليوتيوب واكتب ضباط الجيش العراقي يرتدون الدشاديش، راح تشوف صور تخزي حبيب قلبي. خوش. انت لو تعرف القوانين العسكريه تعرف اللي سواه الجيش العراقي بالانبار وبصلاح الدين وبنينوى شنو معناته؟ شنو؟ الخيانه العظمى، خيانه بلد، خيانه ارض البلد، خيانه اهل البلد. اهل الغربيه عزيزي، جيش انكسر وكسروا اهل الغربيه. شلهم علاقة أهل الغربية؟ ثوار العشائر اللي قف قف لحظة منهم؟ لحظة لحظة أبو زينب لحظة، شلهم علاقة أهل الغربية؟ ليش ساحات العز والكرامة اللي كنت يعني ينطقون بالعز والكرامة وهي ساحات ذل ومهانة كانت تحتوي خيمهم؟ مو كانت مسلحين؟ أنا هنا أقول لك أعذرني أقطع اتصالك وما أقبله، ما أقبل إهانة أي مواطن عراقي، أي مواطن بالعراقي أرفض إهانته. ساحات العز والكرامة لو ترجع لها وتشوف ال 14 مطلب اللي طلبوها ساعات العز والكرامة، كان على رأسها إخراج المعتقلات العراقيات الأبرياء اللي أنت سميتهن يا أخي العزيز ساحات الذل والمهانة. أما عبد الغني الأسدي إذا تقول إلى فضل الشعب العراقي كله، أنا واحد من الشعب العراقي أقول لك ما إلى علي قيد أنملة، هل قد ما إلى علي؟ أنا واحد وأكو ملايين مثلي، والجيش العراقي اللي حضرتك جاي تمجد بيه وتقول الجيش العراقي البطل اللي حرر العراق، بعد إيش؟ بعد ما تنازل عنها وسلم ثلث العراق، وبعد إيش؟ حررها ونطاها للميليشيات الإيرانية، وبعد إيش؟ بعد ما دمرتها الميليشيات وهجرت أهلها، وبعد إيش؟ يا تحرير هذا، يا تحرير اللي أنتوا فرحانين بيه. ابو علي من بغداد حياك الله يا ابو علي. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك اخويا؟ هلا بيك اخويا. اخويا انا عندي سجين من ناصريه. نعم. صار له 6 سنين. نعم.
ومحكوم بالإعدام. نعم. ومحكوم يعني من وراء المخبر السري وشد التعذيب. نعم. يعني واحنا هسه عنا نطالب بالعفو العام او اعاده المحاكمه عليه. نعم. والله مظلوم كل شيء ما عنده بريء ومن وراء المخبر السري ذبوا التهم عليه. طيب. لا مسويها ولا سمعا بها ولا كل شيء. طيب. وهسه انا محكوم بالاعدام ظلما 100%. نعم. من وراء المخبر السري وش التعذيب اللي شايله جسمه ملخ تملخ. نعم. وخلوا عليه حكم اعدام يعني ظلم وظلم وصار له 6 سنين احنا ما شايفينه. نعم. بالناصريه ولا يخلونا نشوفه، الاباء ما يشوفون اولادهم. نعم. اخويا؟ نعم. وظلم، احنا مظلومين ونطالب البرلمان حلبوسي داخلية يفتحون لنا مواجهات للآباء. للآباء احنا مظلومين، نريد نشوف ولدنا ما شايفينهم. نريد عفو عام، يعني الله اكبر، حتى اسرائيل انطى عفو عام. يعني ايش عجب ساكتين ولدنا كلها بالسجون وبالاعدام. يا اخي ما صايره هاي، يعني حكومه ما تنطعفوا وكل السنه ابناء السنه بالناصريه موجوده بالاعدام. نعم. ما صار يا اخي، استعان. نعم. الله. نعم. البرلمان شو شغله؟ الحلبوسي وزير الداخليه الدفاع. نعم. نعم. رئيس الجمهوريه هو صادق عليهم يعدمونهم، يعني ظلم وظلم. نعم اخوي، شكرا. شكرا، وصلت رسالتك ان شاء الله يسمعها كل الناس. ابو خالد من الكوت، حياك الله يا ابو خالد. ابو خالد، انقطع الاتصال ويا ابو خالد. يعني قبل ان نبدا ان نمجد اي شخص بالعراق اليوم واي مؤسسه موجوده بالعراق اليوم، خلينا نفكر هاي المؤسسه او هذا الشخص ايش قدم للشعب العراقي، ان كان معمم ولا كان افندي، ان كان عنده ميليشيا ولا ما كان عنده ميليشيا، وان كان غني وان كان فقير، شنو اللي قدموه للشعب العراقي؟ شو، تعالوا نحسبها من 2003 لليوم، خسائر الشعب العراقي. حصة تموينية ما يستلموها، كهرباء إذا كانت أيام الحصار قطع ممنهج وبجدول والناس تعرف جدولها، هسه مدى تجي الكهرباء أصلا؟ مي ما شاء الله، الفيديوهات اللي موجودة باليوتيوب، المي اللي يشتعل نار، والمي اللي يذب حشرات، والمي الخابط، والمي المسمم، والمي بلاوي. ثروة حيوانية انتهت. سلة العراق الغذائية إذا تجون عليها مزارع العراق انتهت، ماكو. الصناعة العراقية منتهية، التربية العراقية منتهية. فإذا نريد نحسب خسائر العراق اليوم أو خسائر الشعب العراقي من 2003 لليوم، تلقون الشعب العراقي خسر 5000%، 6000%، وأقول قليلة. رسائل الواتساب اللي جتني اليوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ، العراق جمجمة العرب والإسلام والبوابة الشرقية للوطن العربي، الواقع يقرأ بوضوح تآمر الغرب واليهود والفرس المجوس على الإسلام على الإسلام والعرب ضحية التآمر، والعراق بالمقدمة، الفرس استخدموا شيعة إيران الفرس ضد شيعتنا العربية والعراقية شيعة آل البيت، بالمقدمة راحوا ضحية الاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني وجرثومة الخضراء عملاء الاحتلال، الأحزاب والميليشيات والقوات الأمنية هي حماية الاحتلال وأعوانا لضرب الشعب العراقي ضد الثوار. أصحوا يا عرب ويا إسلام، اليوم على العراق وشعبه وغدا عليكم، وإن شاء الله أكون واهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، كل الخطوط مشغولة، أريد نشارك وياكم.
تقدر تشارك ويانا بأي لحظة إن شاء الله. السلام عليكم، تحية لكم من عندنا. بسم الله، السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير موصل، الحدث ما أعرف عنهم أي شيء. زوجي وأولادي، زوجي بمرض غدة سرطانية وأولادي بعدهم صغار، نسأل عليهم وين ما نروح ما نعرف عنهم أي شيء وما حد يعطينا عنهم أي شيء، تعبنا والله، رجعوهم لنا. أخذكم من بغداد، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. مشاهدينا الكرام، اليوم الشعب العراقي موضوع بين فكه وده يضغطون عليه، فكت الميليشيات وفكت الأحزاب. بس المشكلة فكت الميليشيات وفكت الأحزاب، من تضغط على العراقيين تعرفوا منو ده يسد هاي الفكة؟ هم الموالين إلى هذه الميليشيات وهذه الأحزاب. لما نيجي واحد يحبهم ويقدرهم ويجلهم، وهم اثنيناتهم ده يقتلون بالشعب العراقي ويهدرون دمه. نلتقيكم على خير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صوتكم إن شاء الله بنفس الموعد باكر. في أمان الله.